يقترب نادي الاتحاد السكندري برئاسة النائب محمد مصلحي من التعاقد مع لاعب أسوان عمرو الحلواني لدعم صفوف الفريق السكندري في الموسم المقبل، وعلم أن المبلغ المخصص لشراء اللاعب يزيد عن 3 ملايين جنيه، وذلك بعد أن أبدى الثنائي التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن رغبتهما في ضم اللاعب، وكان عمرو الحلواني قد تألق بقوة في صفوف فريق أسوان الهابط لدوري الدرجة الثانية في اللقاءات الأخيرة بالدوري، وتسجيله هدفا رائعا في مرمى البنك الأهلي بالجولة 31 من عمر الدوري مع صافرة النهاية. ومن جهة أخرى تعادل البنك الأهلي مع منافسه الاتحاد السكندري بدون أهداف في إطار مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري المصري الممتاز، وبهذا التعادل يضمن رفاق المدرب خالد جلال البقاء في الدوري بعد صراع شرس مع وادي دجلة الذي توقف رصيده عند النقطة 29 بعد تعادله مع سيراميكا كليوباترا، وارتفع رصيد الاتحاد السكندري الى 45 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحتل البنك الاهلي المركز 15 برصيد 34 نقطة ليظل بالدوري الموسم المقبل.